أنواع وأهداف مختلفة من السياحة متوفرة بالأردن، والخدمات السياحية عنا بصدق ممتازة، لكن للأسف المشاريع المتوسطة والخدمات السياحية ذات النجمة الوحدة بتصارع للبقاء ومحتاجة اللي يسندها. أنا ضحى العواملة، رحالة ومدونة سفر. بالموسم الثاني من برنامج رحال رح أخذكم بجولة بكل محافظة من محافظات الأردن لنتعرف فيها على معالم المحافظة ونتفاعل مع مجتمعها المحلي ونشاركهم بالرحلة، ورح نساند واحد من المرافق السياحية فيها لحتى نحسن مستوى خدماته. جولتنا ممتعة، رح نزور فيها مواقع مختلفة من كل مكان بالمملكة. رايحين اليوم لأشهر وجهة سياحية بالأردن، وهي وجهة انعرف الأردن من خلالها. هي مكان من أغرب المدن بالعالم، وسماها المستشرقون بالمدينة الضائعة لأن الأوروبيين كانت مجهولة بالنسبة لهم حتى تم اكتشافها بال 1812. لكن من بعدها إجا الشاعر الإنجليزي بيرغن وسماها بالمدينة الشرقية المذهلة أو المدينة الوردية اللي ما إلها مثيل. أكيد عرفتوا وين رايحين، رايحين على عاصمة العرب الأنباط، واحدة من أعجب المدن بالعالم، رايحين على البتراء. الاسم القديم للبتراء هو سلع. تأسست سنة 312 قبل الميلاد كعاصمة لمملكة عظيمة من ممالك الشرق هي مملكة الأنباط، اللي كانت مسيطرة على مناطق كبيرة توصل لمدائن صالح في الجزيرة العربية جنوباً، حتى سهل حوران ودمشق شمالاً إلى شبه جزيرة سيناء غرباً. المسافة بين البتراء وعمان 240 كيلومتر للجنوب، وبتستغرق تقريباً 3 ساعات سواقة، وبتبعد 120 كيلومتر عن خليج العقبة. أشياء كتير حلوة بتميز مدينة البتراء، سواء كان لون حجرها الغريب أو إنها محصنة بين الجبال وما بنوصل لها إلا من خلال سيق طويل وضيق، أو إنها محفورة بالكامل داخل الجبال. أشياء كتير حلوة رح نكتشفها اليوم بهالمدينة، خليكم معنا. وصلنا هلأ لمدينة البتراء، وتحديداً لمخيم عجائب الدنيا السبعة، وهو مكان إيواء سياحي بدوي، وبالإضافة لهالحكي بيقدم خدمات تانية، فيه مطعم وفيه محل للهدايا والتذكارات. خلينا مع بعض لندخل جوا ونتعرف على أصحاب الكامب. ضحى اهلا وسهلا، شرفتي مرحبا عاطف، شرفت كيف حالك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. هلا اخذت مفتاح غرفتي وكنت بدي اروح على الغرفه، بس يعني المفاجاه قديش كمان المخيم فرجيني معنا. تفضلي. كثير حلو ما شاء الله، موقعه عن جد مميز. قديش لك فاتح المخيم هذا؟ لنا تقريبا احنا بدينا بمخيم صغير بلشنا نكبر، احنا بلشنا تقريبا لنا 13 14 سنه تقريبا. ما شاء الله، مع الوقت طورنا وبلشنا نكبر بالمخيم شوي شوي، والحمد لله وصلنا للمرحله هاي. هذا اللي بسمون الدوم، مرغوبات زي القبب، حلوين حلوين، ومن جوا فرش حلو، كل شيء كمان نظيف. وفي عندنا نظام اللي هو اللي بسموه سبيل الروم، اللي هن الغرف اللي احنا بالعربي بيقولوا كرفان تقريبا، بس عباره عن غرف عاديه مجهزه من الجميع، نفس التجهيزات، نفس التجهيزات بالتنتين ولا بيختلفوا؟ طب ايش بيميزها يعني؟ هاي الشكل الخارجي بس؟ الشكل الخارجي لا، والقعدات الداخليه
لانه هاي مفتوحه بتقدر تشوف خارجي، تشوف مثلا منظر جبال. حلو. المناظر اللي هي زي ما بنحكي عن الفيو الموجود بجبال ليتل بترا، وهي حلوه زي ما انت شايف. كثير كثير حلوه. طيب وسياحك من وين؟ من اهل البلد ولا؟ لا والله بكون في من اهل البلد، بس في كمان من خارج. اجانب طبعا، خارج من جميع انحاء العالم بيجينا يعني. عاطف المشاله، صاحب مخيم عجائب الدنيا السبع، وليد وادي موسى، مقيم في وادي موسى. والله المخيم هو مش انه بزنس او محل شغل، لا بالعكس، هو منزلي لي، بيتي لي، برتاح فيه. لما باجي عليه بحس براحة نفسية كمان، الحمد لله. إشي تعبت عليه بس إشي إنه داخل قلبي صار. في خدمات عندك مثلاً بتحب تزيدها، أو أنت يعني شو حابب يكون عندك إشي غير أو يميزك عن غيرك من المخيمات اللي حواليك؟ يعني بدي أعمل بركة سباحة، بس ها المي هي مشكلة. إن شاء الله بالمستقبل راح نعملها إن شاء الله. طبعاً إحنا تغير مناخي بجوز يساعدنا شوية، لأنه الشتاء زاد عندنا بجوز يساعدنا شوية إن شاء الله. إحنا بنقول ولا هي مشكلة وما هي مشكلة. في عندنا هنا خيم كمان، هاي إحنا عاملينها شو بسموها كونكتن روم، أو إنه هي واللي جنبها يعني. هي واللي جنبها، أو نستعمل عائلات يعني، كعائلة حابين يزلوا بغرف مع بعض موجودة هاي الغرف عندنا هنا. بدي أسألك أنا، ساعة المخيم قديش؟ يعني كم من شخص بوسع عندك هون؟ المخيم كامل بأخذ عندي لحد الأسر الموجودة عندي هي 147 سري. ما شاء الله، أوف مخيم كبير. الخيام زي ما انت شايف خيام بسيطه، لا هي مزوده بالكونديشنات ولا مزوده بالحمامات زي الخيام اللكجري. خيمه عاديه، خيمه عاديه بسيطه. في مثل عندنا بقول عقد الحافك مد رجليك. يعني اللي حب ينزل هنا بقدر، اللي حاب ينزل في ناس بيطلبوا هذا النوع من التخييم، يعني بيحبوا هذا النوع من التخييم كمان غير يعني. في ناس هيك وفي ناس هيك. صدقا بيجي ناس حاجز بالمخيم هذا وبحول هنا، بحب يعيش الحياة البدوية، الحياة البسيطة جدا. حمامات مشتركة عندنا، قعدات حلوة كمان موجودة، راح نفرجيكم إياها. يعطيك العافية عاطف. طبعا هلأ كمان شوي رح يجي المقيم محمد صعوب ورح يقيم المخيم، ونطلع بخطة التطوير إن شاء الله تكون عجبيتك. إن شاء الله. شكرا ويعطيك العافية. أهلا وسهلا. بيتفضلي. أهلا وسهلا. دخلت على الخيمة تفاجأت إنها غرفة مش خيمة، مع إنه هذا مخيم. واضح إنه صاحب المخيم داخل بموضوع الجلامرس كامبينج أو التخييم المرفه، لهيك منلاقي المخدات شكلهم غير، في كاسات، في بشاكير، في مكيف. هاي الأشياء عادة منلاقيها بغرف الفنادق. بالنسبة للحمام، ضخ المي كتير قوي، الحمام كتير نظيف، في شغلات زي صابون استحمام، بشاكير، في حتى سشوار. هاي الأشياء كمان برضو منلاقيها بغرف الفنادق. إجمالاً الغرفة بقيمها 8 ل9 من عشرة، لكن وأنا بفقد التخت لقيت شعرتين يفضل إنهم ينتبهوا أكتر ويديروا بالهم على النظافة بشكل أكتر. الحلو بهالمخيم إنه بعيد عن البترا فترة كتير قصيرة، وبعيد مسافة 20 دقيقة مشي عن بترا الصغيرة اللي أنا رح أبلش جولتي منها ومتحمسة كتير أشوفها. بعديها رح أرجع لهون لألتقي بالمقيم محمد الصعوب لنحط خطة التطوير للمخيم. Thank you.
البيضة أو البتراء الصغيرة هي أيضاً موقع أثري ببعد 10 كيلومتر للشمال من البتراء. نحن هلأ بمكان كان ضاحية من ضواحي العاصمة البتراء وبؤرة نشاط اقتصادي وزراعي. بيضة هي كنز أثري حقيقي ترجع لمرحلة ما قبل الأنباط لعشر تلاف سنة تقريباً قبل الميلاد، لكن ازدهارها كان بالفترة النبطية لكونها ضاحية زراعية وتجارية للبتراء العاصمة، فيها مضافات دينية ومعاصر خمور وأنظمة ري مدهشة ومحطة لاستراحة القوافل التجارية اللي رايحة للغرب باتجاه وادي عربة وغزة ومصر وللشمال باتجاه دمشق. هذا الموقع اللي صارت فيه أوائل الحفريات بالأردن واللي بيضمن لزواره متعة وراحة نفسية كبيرة بسبب تنوع التضاريس فيه والطبيعة البيولوجية والآثار. رح أرجع للمخيم هلأ عشان أقابل محمد صعوب. كيف حالك محمد؟ شو أخبارك؟ أهلاً. شفت الكامب ولفيت فيه وعملت جولة. عملت جولة كثير، ما شاء الله المخيم كبير حلو منيح، لكن في شوية ملاحظات مش حرجة بس يعني ضرورية جدا لازم تنعمل. الملاحظة الأولى كانت بالقارمة برا، يعني بالنسبة للمخيم كثير كبير وحلو فلازم تكون يعني تقريبا نفس تعكس نفس الصورة العامة اللي هي للمخيم، تكون كبيرة شوي واضحة أكثر من هيك يعني مركب منيح. الملاحظ الثاني لازم يكون في خريطة على الموقع بشكل كامل لأنه مخيم كبير يعني شوي الواحد بضيع فيه لأنه فيش في إشارات توضيحية ولا دلالات يعني. الملاحظة الرئيسية المهمة جدا لازم تنعمل بالمطابخ، إذا لاحظت الأسقف بالمطابخ يعني مركب زي نحكي صاج حديد على السقف، هاي أول إشي مش لا تصلح لمطبخ. الشغلة الثانية بتصير يعني عرضة أنها تجمع بكتيريا وفيروسات وميكروبات أكثر، بس المطبخ اللي تحت الأرضية برضو بدها إعادة هيكلة بشكل كامل يعني، وبالإضافة لبعض المعدات يعني في إحنا كتبنا فيها ملاحظات راح نزودكم فيها عشان نعملها صيانة. طيب إن شاء الله إنه زي كل مرة يامي والشباب وإحنا رح نحاول إنه نغطي معظم هاي الأشياء بالميزانية اللي إحنا موجودة عنا، وأكيد ملاحظاتك دائما مهمة وقيمة، وأكيد يعني وقتك شكرا لك عليه. الله يسلمك ويعطيك ألف عافية. الله يسلمك. الله يعافيك. بعد الفاصل رح نزور البتراء والخزنة. ما بدي أحكي لكم قديش النوم مريحة، الفرشة جد مريحة، في مخدتين، واحدة طرية واحدة شوي عالية للي بده. جو الغرفة كمان كتير منيح، التكييف ممتاز، ما في أصوات، هدوء جدا يعني حلو بالليل، ما في إشي صحاني، والصبح كمان في مي سخنة، فالنومة إجمالا يعني 10 من 10 بصراحة، ما بقدر أحكي عليها ولا إشي. الملاحظات على مخيم عجائب الدنيا السبعة مش كتيرة، ولكن ممكن أختصرها بالتالي: اللافتة على باب المخيم بحاجة لتغيير،
عدم وجود خريطة للموقع، اللوحات الإرشادية غير موجودة بشكل كافي، والحمامات بحاجة لصيانة. أما بالنسبة للمطبخ، سقف المطبخ من الصاج، الأرضية بحاجة لإعادة هيكلة، نقص في بعض المعدات. صحيت وإجيت أفطر، شايفة في حمص، لبنة، زبدة ومربى وجبنة وعسل وشوية خضرة، وفي بيض وفي زيت وفي فواكه كمان. الفطور منوع بس في شغلات معلبة شوي، يمكن بحكم إنه إحنا بالصحراء ويعني بخافوا إن هالأشياء تخرب. في مرتديلا، مش كتير بحب أشوف مرتديلا بهذا الفطور. اللبنة أكيد منيحة والحمص منيح. ممكن بحب أشوف زعتر مثلاً جنب الزيت، لأنه أكيد أي أجنبي بحب يأكل زيت وزعتر. عدا عن هيك كل شيء تاني تمام. صباح الخير يا عمي. صباح النور. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو هالنشاط؟ الله يسعدك ربي امورك. عم تدهنوا العمدان؟ عمدان، وعندنا عمليات دهان هون بالجلسه الخارجيه. في عندنا مطبخين، مطبخ بنعمل له صيانه كامله من السقف وارضيه، تمديدات، الكهرباء، وعندنا المطبخ الثاني برضه حنعمل له صيانه، وفي عندنا البوابات الرئيسيه عنده مشاكل فيها. والمشكله الثانيه عندنا اللي هي اللوحات الارشاديه مش موجوده، المخيم شاكيته كثير كبير فبدنا نحط له اللوحات. صح. وارقام للغرف. وفي عندنا اليافطه. صح. هذول حنعملهم ان شاء الله. ممتاز. يعطيك الف عافيه. يعطيك يا خلص، معناته بس برجع بشوف كل التصليحات والتغييرات هاي، وبنسال عاطف عن رايه بالموضوع. بتشرفينا ستي. يعطيك الف عافيه. انا رح اترك الشباب تكمل شغلها والمدربين يدربوا الكوادر، وانا اكمل جولتي بالبتراء. مرحبا استاذ نهار. اهلا اهلا. هلا ضحى، يا هلا. اهلا اهلا، نورتينا يا بيت على سال. تسلم. تعرف كثير باجي على الفتره بس اول مره بزور المتحف. وبصراحه حابه اسمع يعني منك اكثر عنه. يا ميت اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. اول شيء بمتحف بتراء، هو متحف جديد يعني افتتاحه قبل سنه ونص تقريبا، ويعتبر البوابه الاولى للزائر يعني اللي بزور الموقع الاثري. اول موقع ممكن يزوره اللي هو المتحف، واحيانا بعض الزوار بحبوا يزوروه بعد زياره الموقع الاثري. ستي هلا المتحف يعني بيحتوي على 8 قاعات عرض و300 قطعة أثرية. مميز الاساسي في متحف البتراء انه جميع الموجودات المعروضه فيه هي لقى اثريه من البتراء ومحيط البتراء. واعتمد المتحف في طريقه عرضه على يعني التسلسل الزمني للتاريخ، فهو بلش من العصور الحجرية وانتهاءا بالفترة الإسلامية بالبتراء. وبالتالي الزائر للمتحف يعني يستطيع أن يتعرف على التواجد البشري للسكان اللي سكنوا منطقة البتراء، مع التركيز على طبعا الفترة النبطية اللي هي المميزة أساس البتراء. هون بنحكي عن يعني تفاعل الأنباط مع الحضارات الأخرى، مع الحضارة اليونانية، الرومانية، المصرية، الفارسية، ومعظم الحضارات اللي كانت موجودة. يعني المتحف أيضا يوجد به 22 لوح تفاعلي، بالإضافة إلى فيديوهات تعرض بتوضح بتوضح نعم.
فيعني بنحاول بالمتحف انه الزائر ياخذ اكبر قدر من المعلومات عن الانباط، عن طريقه معيشتهم، حياتهم اليوميه، عن موجودات البيت النبطي. هاي القاعة اللي احنا موجودين فيها هي قاعة خاصة بالخزنة، موقع الخزنة. في تماثيل صحيحة يعني محافظة على شكلها. جميع الموجودات اللي موجودة المعروضة بالمتحف هي قطع أصلية. كثير يعني حلوين. بالإضافة يعني يوجد بالمتحف لوحات الحائط. شايفة الألوان كثير حلوين. نعم، يوجد لوحات حائط أيضاً يعني توضح الفترة اللي موجود فيها القطع. شروحات كاملة. بالمتحف الفترة الأخيرة يعني واكبنا المتاحف العالمية فيما يتعلق بالزيارة الافتراضية للمتحف. نزلنا على تطبيقات الفيرشوال تور للمتحف. يعني من بيته الواحد بيقدر يفوت. نعم، بيقدر يعمل زيارة كاملة. القاعة اللي احنا موجودين فيها يعني مختصة بالنقوش النبطية تقريبا. يعني حاولنا بالمتحف ايضا باخر قاعه من قاعاته الانتقال الى يعني الفتره الحديثه، خلينا نحكي اللي هي التراث الاردني، تعريف الزائر بالتراث الاردني، عرض بعض الموجودات اللي بيستخدمها السكان المحليين، طريقه لبسهم بالتراث. نعم. وعلى الجانب الاخر تعريف الزائر بجميع الانشطه التي تمت مؤخرا يعني من 1920 وحتى وقتنا الحالي متعلق بالحفريات، بالأنشطة الأثرية، وفيديو يعرض يعني أبرز ما قاله الرحالة وما ورد في الكتب الرحالة عن البتراء والموقع الأثري. شكرا كثير على وقتك. الله يسعدك. الله يسعدك. معلومات عن جد قيمة. أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية. كثير حلو المتحف، وأكيد بشجع كل الناس اللي بيجوا على البتراء. أكيد إن شاء الله. بالمناسبة هو المتحف يوميا مجاني الدخول، ما في ايام عطل عنا، افتتاحه من يعني بيكون فاتح يوميا من الساعه 8 صباحا وحتى 8 مساء. اهلا وسهلا فيك. يعطيك الف عافيه. اهلا 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 اهلا. مرحبا استاذ ياسين، كيف حالك؟ أهلا. مرحبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. كثير مركز الزوار حلو. الحمد لله. من زمان المركز مش هيك؟ طبعا يعني صار أربع سنوات. طبعا احنا سلطة تقليم البتراء يتبع المركز هذا، سلطة تقليم البتراء تسعى سلطة تقليم البتراء عادة لتوفير الراحة للسياح القادمين والقاصدين زيارة مدينة البتراء. توفير عدة خدمات بتتضمن الآن، أتوقع أنتم جيتوا من موقف الباصات السياحي. صحيح. يعني موقف يتسع لغاية 75 حافلة كبيرة، عدد السيارات الصغيرة، مرورا من المتحف باتجاه مركز الزوار. طبعا أنت أثناء دخولك بتوقع البلازا بنتشر حواليها محلات تجارية بشكل أبناء المجتمع المحلي. هناك عدة خدمات بنوفرها للسياح أثناء قدومهم، وتكمن الآن عندنا إحنا جهاز لأصحاب الإعاقة السمعية، تواصل مرئي لايف حلو، برضو تطبيق زيارة البتراء من خلال موبايل أبليكيشن، إنه بإمكانك نزور البتراء وتتعرف على المسارات صوت وصورة. حلو. برضو يوجد العديد من النشرات السياحية اللي بتحكي إحنا لعشر لغات مترجمة تتحدث عن المعالم الرئيسية داخل الموقع الأثري. هناك نظام واي فاي مجانا لجميع الزوار. خدمة. نعم نعم نعم. عندنا خدمة الأدلة، يوجد عدة لغات، أبناء المجتمع المحلي أدلة مميزين أصحاب خبرة بيقدموا خدمة الدلالة، برافقوا سياح المسار الرئيسي وحسب اتجاهات السياح داخل الموقع الأثري في هون. طبعا المسار يعني معروف من مركز الزوار لبداية الخزنة بدك 2 كيلو، عندك عدة خيارات. احنا موفرين سيارات كهربائية، موجود كثير الآن من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة بيحتاجوا سيارة كهربائية افيلبل متوفرة،
برضو لكبار السن مقابل أجور يعني مقبولة للجميع. طبعا أصحاب الإعاقة الزوار الأردنيين مجانا. بعد قدومهم لمركز الزوار والاطلاع وأخذ شراء التذاكر والنشرات السياحية والاستيفاء المعلومة اللي طالبينها بتوجهوا باتجاه الموقع الأثري. تفضلوا ونتمنى لكم إن شاء الله يعني زيارة سعيدة وانطباع جيد إن شاء الله. شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والله متحمسة أبلش هلا. وصلنا على مكان كتير مهم اسمه قبر المسلات بالطريق إلى الخزنة. طبعا من اسمه واضح أنه هو عبارة عن قبور موجودة على طابقين تعلوها 4 مسلات، لهيك اسمه قبر المسلات. وصلنا لأكثر نقطة مهمة بالفترة واللي هي بتخليك بحالة ترقب وتشوق إنك توصل للخزنة، تجربة السيق. قنوات المي منشوفها على امتداد السيق وبتدل على نظام مائي متطور بالعاصمة النبطية. طبعا قنوات المي هاي بتجر المي من عيون وادي موسى وضمنها ثلاثر. السيق مش حدث طبيعي 100%، لأنه برغم أنه الجزء الأكبر منه طبيعي وجزء آخر نحته الأنباط، والسيق مبلط ببلاط حجري وبعضها موجود بمكانه حتى اليوم، وبتشوف سدود جانبية لمنع تدفق الماء باتجاه المدينة فبتحجزها للاستفادة منها بدل ما تكون سبب خراب. ليش حلوة الخزنة اللي قد ما الواحد يجي يزورها لسه بنبهر بجمالها. وأخيراً وصلنا للخزنة، هذا الجمال اللي ما إله مثيل واللي بتضل تحس بهيبتها لو بتزورها كل يوم. زي ما انتم شايفين وراي المحكمة أو قبر الجرة، طبعا هي كانت مدافن ملوكية لحد الفترة البيزنطية لما تحولت لكنيسة، ولأنه هي شكلها بيشبه الجرة سميت بقبر الجرة. طبعاً هاي الكنيسة يحتمل إنها انبنت بالقرن الخامس الميلادي ودمرت طبعاً بسبب حريق أو زلزال بالقرن التالي. طبعاً زي ما إحنا شايفين الأراضي الفسيفسائية على كلا الممرين بتشهد على أهمية هاي الكنيسة.
طبعا زي ما احنا شايفين وراي هذا اسمه قصر البنت، وهو مبنى مهم جدا لانه كان يعتبر المعبد الرئيسي بالفترة. طبعا القصر مربع الشكل موجود على منصة وبينطلع له ب 26 درجة رخامية. يعطيك العافية. طبعا مكان بجنن والعشاء كان مباح بجنن. الملاحظات حكيناها، راح نحكي لكم إياها كمان بعدين. شو نعمل اليوم شيف؟ قرب. احنا اليوم بدنا نسوي تركة. احنا موجودين في أحلى منطقة بالأردن في بترة، في أحدى عجائب الدنيا السبع، وإحنا كمان في مخيم العجائب السبع، فيعني أحلى اسم وأحلى مكان إحنا فيه بشعبه بأهله الطيبين. طبعا وصلنا متاخرين، يخلف عليهم، عملوا لنا عشاء فاخر، عملوا لنا مقلوبه وسلطات وشوربه، فكان عندي اول انطباع على طول. فاليوم حكيت انا والشيف كان كميه الرز كتير، فهو هلا يعني صار عم بيعملوا صحون سيتد، فكمان حلو انه الفكره اللي حكيتها للشيف بصحون غميقه دب بحط فيها الرز ويسكبه ويقدم عليه قطع الدجاج، بيطلع كتير خرافي، احسن منه بمعلقه يسكب ويحط الرز ويحط فوق الدجاج. لا، الملاحظة الثانية اللي كنا عم نحكي أنا والشيف فيها اللي هي الفطور. الفطور كمان مهم كتير للأشخاص اللي خصوصاً الزبائن اللي عم تيجي لعندهم. كان عندنا اليوم صحن حمص، لبنة، جبنة صفراء، لحوم باردة، كان مربى وعسل وزبدة، في خبز عربي. بالمقابل بدي توست، فالتوست أهم إشي يكون موجود كمان عشان يقدر الزبون اللي رح يجي موجود عنده خيارين، اللي هو يا توست يا خبز عربي بالنسبة لنوع الفطور، خصوصاً إنه في عربي وكونتيننتال، فهذا إشي لازم يكون موجود من عند ضمن الفطور. ملاحظة تانية كانت كمان ما في زيت زيتون، لازم يكون في زيت زيتون، يعني أنا حمص لبنة بدي أكل زيت زيتون، فهي ملاحظات يعني الزبون كتير بتدقق عليها وبيهتم لها، يعني شغلات صغيرة تعمل إشي كبير بالنسبة لهم. كمان شغلة تانية مش موجود زيتون، زيتون أي شي فطور خصوصا أهل بلدنا وإحنا ببلدنا معروف عنا الزيت والزيتون، فالزيتون هذا من الشغلات الضرورية يكون موجود على الفطور. طبعا آخر شيء احنا والشيف حمزة والجروب اللي معه راح نكون غدانا اليوم تنكة، فكنت اليوم معهم في المطبخ وعطيت شوية ملاحظات عشان تطلع معهم الأكلة كتير طيبة، وراح نشوفها اليوم على أرض الواقع إن شاء الله، يعني تنال إعجاب اللي راح يشوفوها واللي راح يأكلوها زينا احنا، فصحتين وعافية. فكل الشكر أكيد لهم وكل الشكر لسعة يعني استقبالهم وقلبهم لنا، فهذا صراحة يعني من شيم أهل الأردن وخصوصا أهل البتراء، فكل التوفيق لهم ومن أجمل لأجمل بإذن الله تعالى. الدجاج لما بدكوا تبلوه أو أي لحمة يفضل إنه قبل بيوم أو قبل أقل شيء من 4 ساعات عشان كل شيء يعني زي ما بقولوا يتغلغل جوا الدجاج أو اللحمة بدك تبلوه. أنا حمزة مصطفى محمد الحسنات، بشتغل في مخيم عجائب الدنيا السبع. أنا والشيف علي اشتغلنا على التنكة، في عنده فكرة حلوة تجهيز كتقديم طبق حلو كتقديم نكهة. إحنا بالنسبة لنا في المخيم كالدجاج لما نسويه بالتنكة بنشيل من عليه مثلاً زي الجلد، يعني في عندك زبائن ما برضاه أو ما بحبه، فالشيف علي حكى إنه لا خليه عشان لو تأكل النار بتأكل الجلد ما بتأكل اللحم ولا بنشف. أنا صار لي يومين مع الشيف علي، امبارح واليوم، امبارح جاني على المطبخ، يعني مش من النوعية اللي بتلاقيه بتكبر أو إني أنا شيف وهاي هاي وهيك، لا بتعامل معك أخو، صحبة أخو، بنصح بعطي بفيدك. مهما زرنا هالمدينة، مدينة البتراء الرائعة، تشعر بأنه لسه ناقصك شيء في مكان ما. صراحة أنا من الناس اللي نزلت عدة مرات، ولكن هالمرة تفاجأت في كامب اسمه 7 Wonders Camp، ولكن صراحة تفاجأت بالخيم اللي موجودة، قديش مرتبة اللوكيشن، قديش حلو، فعلا هو كامب رائع ويستحق الزيارة.
طبعا بالنسبة لموضوع التسويق الإلكتروني في مشاكل كان فيه صراحة، لأنهم مش موجودين إلا فقط عندهم صفحة فيسبوك، وصراحة ما عم بنزلوا عليها إشي. وأنا قعدت أنا والتيم وحكينا التفاصيل كتير كيف ممكن نستفيد من الفيسبوك والإنستغرام اللي موجود، موجود الصفحة ولكن ما عم بنزلوا فيها إشي. طبعا بهيك موقع رائع ممكن ياخدوا آلاف الصور وآلاف الفيديوهات اللي ممكن يستفيدوا منها ويحطوها على صفحاتهم فيسبوك أو أي مكان تاني. حكينا كمان كيفية استخدام المحتوى، متى إحنا بننزل فيديو كجرين كونتنت محتوى فقط علشان نعلم الناس بوجودنا إحنا، وحكينا كيف ممكن نستخدم توبيكال كونتنت أو اللي هو الشيء اللي ممكن فيه للحجز، كيف ممكن نعطي خصومات، كيف ممكن نستخدم فاوتشرز، كيف ممكن نعمل إيميل كامبينز. واقترحنا عليهم شوية أفكار، مثلا لو أجي السياح لازم ناخد منهم فيديو ريفيو عن المكان وننزل هذا الفيديو على صفحاتنا، ممكن كمان نعملهم فاوتشر للنكست بيرتشس أو الزيارة الجاي أو لصديقه، يعني إذا بيعطي الفاوتشر صديقه بياخد خصم معين، كيف ممكن نبعث له إيميل بس يوصل ويبعث لنا الفيدباك تبعه. يعني صرنا نحكي كتير أفكار، فمش كل إشي معناته إحنا بنحكي عن إعلانات معناتها دائما لازم تكون مدفوعة. وكمان طبعا حكينا عن البيد آدز، كيف إحنا ممكن نستخدم الإعلانات، كيف ممكن نختار الأوبجكتيف المضبوط مع الكونتنت المضبوط. فمثلا لو إجينا حطينا محتوى فيديو بيحكي عن المنطقة بشكل عام أو بيحكي عن الكامب بشكل عام، ما في داعي نحط معه كول تو أكشن، ما في داعي نحكي احجز الآن، لأنه عبارة عن محتوى بس بدنا نورجي الناس جمالية المكان اللي إحنا فيه. وكيف ممكن لما عم بحكي عن حجوزات أستخدم كول تو أكشن معين زي شوب ناو، زي ليرن مور، زي سند مسج، بعتولنا مسجات، عشان إحنا ما بنقدر نضل معتمدين على مواقع معينة ونبيع كل مبيعاتنا عن طريقهم. بالعكس إحنا عنا صفحاتنا، ممكن كمان نسوي ويب سايت الناس بتقدر تدفع عليه وبتقدر تحجز. مكان صراحة جميل جدا يستحق الزيارة من الجميع، وأنا فخور كأردني بأنه في عنا هيك مخيم جميل جدا. أتمنى لهم كل التوفيق. بعد الفاصل رح نكمل جولتنا لنشوف النتائج والتصليحات، خليكم معنا. خزف هذا بالتعاون مع جمعية خزف لبتراء صح؟ هي جمعية خزف لبتراء. طيب انتو كلكم نساء اللي بتشتغلوا فيها؟ كل اللي بنشتغل فيها نساء. تأسست عام 2005 بال2005 كان عدد الأعضاء أول ما بلشت 12. هلا عدد الأعضاء فيها 40 واحدة. ما شاء الله. طب والسيدات اللي بيشتغلوا يعني هم يعني ريع الجمعية بيروح لهدول السيدات اللي بيشتغلوا، قلتي لي التانيين لهم نسبة كمان؟ في لهم نسبة، يعني تقريبا كل مثلا سنة بياخذوا مثلا أو بسنتين. والسيدات هذول اللي بيشتغلوا بالجمعية لهم رواتب. وباقي المصاريف مثلا زايدة بتكون في مصاريف، في عندي أجار محل، في كهرباء، في مواد أولية، في كل شيء. في نفس الوقت هاي المواد مكلفة، يعني الجلازات، الطينة، الألوان كله مكلف. عم استوي الفراشي، عندك مثلاً الكهرباء عالي كثير. عن جد يعطيك العافية. هلا هذا برضو مق صح اللي عم تخليه كاسة زي هدولة؟ مقات هدولة. لسه ما انهيته. حلو. هلا هذا بتلون بعدين ولا بضل على لونه؟ لا راح نعمل له تيرنج او تشطيب الثاني على الدولاب ونتركها لما تنشف. ماشي. وبعدين مرحلة الرسم اللي هي على الطاولة اللي بتشوفيها مع البنات. اهلا وسهلا بها. اهلا وسهلا فيكم. مبارك محمد صح؟ نعم محمد. شرفتونا بمطعم. انا سمعت عن هالمطعم كتير، بس سمعت انه كمان في تجربة هيك. نعم فريدة. في تجربة هون اليوم فريدة عندكم، راح نوريكم اشي فريد من نوعه في البتراء، في مطعم باش البتراء، انك تقدر تطبخي اكلك لحالك، يعني منك في كيف تقدري تطبخي الصاجية باللحمة باللايت البندور زي ما بدك. يلا منحلي مش كتير جوعانة، اطبخ ايه للناس اللي معي.
عن جد أكله بشهي يعني، ممكن أجيره من عمان أكل فيه إذا كنت بالبتراء. دفنتلي مرحبا دكتور سليمان، كيف حالك؟ ضحى كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، أهلا وسهلا. طبعا لفت انتباهي المشروع هذا لأنه أنا بمخيم كتير قريبة من هون، نعم. فشفته وحبيت أعرف كتير عنه يعني، فمشيت مشي وحبيت ألتقي بحضرتك، قلت أنت يعني أكثر واحد خبير تقدر تحكي لي عن هالمشروع. طبعا إحنا هلا موجودين في منطقة البيضة، اللي هي على جزء من منطقة إقليم البتراء، واللي على حدود محمية البتراء الأثرية اللي مساحتها بشكل عام 264 كيلومتر مربع. احنا الآن في مشروع جديد عملته سلطة إقليم البتراء، جاهز المشروع وإن شاء الله أنه قريبا راح نشغله ونستقبل فيه السياح المحليين والأجانب، إن شاء الله تكون الأمور أفضل. هذا المشروع طبعا هدفه تخفيف المخالفات اللي موجودة في الموقع الأثري، إطالة مدة إقامة السعي، وعمل منتج سياحي جديد. الفكرة ان السائح على الغالب تعرف البتراء كبيره، معظم السياح اللي بيجوا عليها كبار بالعمر فبيتعبوا، راح يكون في نهايه الرحله المجال مفتوح للسائح يستخدم الباصات، والباصات بتجيبه لهون للقريه التراثيه، والقريه التراثيه زي ما انت شايفه فيها مدرج بتسنى تقريبا 1500 شخص، نعمل فيها حفلات تراثيه واشياء يعني تسلي السائح، وفي عندنا هون محلات ومطاعم تسنى حوالي 4000 شخص، وعندنا حوالي 80 محل كشك عشان نفيد فيها المجتمعات المحلية وتعمل دخل لهم، يعرضوا منتوجات بالتأكيد. وفي نفس الوقت هي الحلو فيها هي بتظلها فاتحة من الصبح للمساء، يعني الموقع الأثري زي ما بتعرفي بتظل فاتحة للخمسة، هي راح تظلها فاتحة في الليل وتعمل أجواء في الليل، ومنطقة مفتوحة وإلها سحر، منطقة البيضة بشكل عام فعلا هي لها سحر. طبعا هاي مش بتعني إنه نهاية الرحلة، يعني ممكن السائح يخلص رحلته الأصلية بالبتراء يجي هون يتغدى بالمطاعم راح تكون موجودة هون، فكر يرجع البتراء مثلا من الطريق الخلفي باتجاه الدير، أو يروح مثلا على منطقة السيق البارد، وفي نفس الوقت المساء في مجال إنه يقضي وقت هون ويلتقي في يعني المجتمعات المحلية ويشوف منتجات محلية إلى آخره. بدي أشكرك على وقتك وعلى هالمعلومات كلها، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك صدق، شكرا وسهلا، نورتونا. Thank you. طريق لمخيم العجائب السبعة بالفترة لأشوف التظبيطات والتغييرات اللي عملنا لهم إياها. عاطف احكي لي، شو رأيك هلأ بالتغييرات والتظبيطات بعد ما انعملت؟ والله الحمد لله كل شيء تمام، الشباب ما قصرت، عملت كل شيء على أصوله والحمد لله كل شيء طلع 100%. طيب شو أكتر إشي حبيته باللي تغير غير الدهان، يعني الدهان المطابخ إيش أكتر إشي فيهم؟
والله هي تقريبا عملية الصيانة اللي عملوها فيها من إضاءة من كهرباء من عملية صيانة الأجزاء السقفية زي ما يقولوا البلاط كانت 100% والحمد لله يعني إنتاج كويس غيرت كثير بالمطبخ يعني الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. المهم أنت راضي هلأ الحمد لله رب العالمين. طيب كيف شايف المخيم راح يكون بعد هالترتيبات هاي لوين رايحين؟ والله إن شاء الله إحنا بنتأمل خير ويكون في يعني أمل في السياحة يعني أكيد إن شاء الله أكيد. إن شاء الله. والله ما شاء الله الشباب ما قصرت يعني عملت المطبخ عملت البلاط عملت السقفية عملت الإنارة بالمطبخ عملت عندي إنارة بالمخيم إنارة طاقة شمسية يعني بتوفر كثير وحلوة وكانت مغطية المناطق اللي هي معتمة عندي بالمخيم فما قصر الشباب مشكورين والحمد لله أنه الأمور صارت للأحسن. ومن هون بنكون أنهينا رحلتنا بمحافظة الفترة. استنونا برحلة جديدة من برنامج رحال.